بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطانه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأرضي ولا عدوان إلا على الأشقياء أهل البهتان. بعد، يقول من الناس، هذه آية 10 من سورة العنكبوت سبايدر ذا سبايدر. ومن الناس من يقول آمنا بالله، قال آمنا بالله أنت كيف صدقت وهؤلاء الكرب ما أش بيقول الكرب، والكرب يزد عليهم، ولا هم قاصدين أن يرضوا الرب، يرجعون إليه تائبين. علاش؟ إذا كلمة الإيمان لا تكفي، قل ربي هاو علاش. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا وذي في الله ما حشتوش باش يجاهد في سبيل الله، أو دخل الجهاد وراء الموت بعينيه اللي فيهم عمى اللي ما يميزوش بين الحق والباطل، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقتل، أنت مش ترتد على ما قلت أنك مؤمن، وليت كافر رجعت لأصلك في الكفر كما أراد الشيطان في المكر على حسابك. فإذا أوذي في الله جعل، أي في سبيل الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا خطأ. كما قال الكلب اللي فات وتشنقل بغضب من الرحمن، قال خطأ فاحش اللي يقول احنا عنا قرآن ولا آيات ولا عنا كذا تشريع إسلامي، خطأ فاحش. ما أفحش من فحشك حتى شيء، يا كلاب بورقيبة، كلاب بن علي، وكلاب الشرقي والغرب، انتم حتى كلاب ما جيتوش. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولا إن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم، خطر طماعين، دارة الرياح يدور معها، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. أو ينبك ربي قالك، ما هوش هو اللي يعرف صدرك فيه، ولا دايما ستسعيب باش تنافق وتواصل تنافق وتقلب النعال، تكلاك لي تالون وتورتور لا فيست، ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. وبعد، وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هذا كذب، وهذا ما وعد به شر الغرب الكرب، ولك على شو ما عاملين على اسرائيل باش تصد عنهم عذاب الرب، ولكن هو من نازل على الصائنة والكرب إن لم يعودوا إلى الرب، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ما إنهم لكاذبون، وهذا ربي شد أنهم كذبوا، ولهذا الكذب متاعهم بشهادة الرحمن، وهم جسوسون لمدي إدي فيفي مونتو والسلام. وبعد يقول ولا يحملن أثقالهم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وهذا كذب وبهتان، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يعني كذبتم، vous avez forgé des balivernes et vous avez dit que c'est ça émane de Dieu, c'est pas vrai. Donc vous les sataniques, sionistes ou crabes ou les gens de l'église en général, vous n'êtes que des suppôts de Satan. Salam ala man arada salam.